يسأل عن حكم متابعة الصلاة في المسجد الحرام لشركة مكة. الصلاة خارج المسجد في الحرم وغيره، صلاة خارج المسجد ما تجوز إلا في حالة ضيق المسجد، إذا امتلأ المسجد، إذا امتلأ المسجد يصلون الناس في الساحات الخارجية بشرط أن يكونوا يرون بشرطين. الشرط الأول اتصال الصفوف، أن تكون الصفوف متصلة من الداخل والخارج. الشرط الثاني أن يكون الذين في الخارج يرون الذين في الداخل من باب أو من شباك، حتى يعرفوا إذا ركعوا وإذا سجدوا.